التفاؤل الذي حاول المسؤولون البريطانيون إظهاره إبان فوز دونالد ترامب يشوبه التردد عند أي حديث في الشأن السوري. البريطانيون الذين يدركون عمق المسافة الفاصلة بين السياسة الخارجية لواشنطن ولندن في الوقت الراهن يعتريهم القلق إزاء الحال الذي ستؤول إليه العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بسبب سوريا، وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة التلغراف البريطانية التي أشارت بأن الموقف البريطاني تجاه الأسد كان واضحاً منذ البداية، لا أفق لوجوده في المرحلة المقبلة، وهو المتسبب بمقتل آلاف المدنيين وتهجير الملايين، الأمر الذي قد يخلق المتاعب مع الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب توقعات الصحيفة. استشراف التلغراف الذي نشرته نقلاً عن مسؤولين بريطانيين جاء بعد تصريحات ترامب في أولى مقابلاته الصحفية بعد انتخابه رئيساً، والتي عبر فيها عن موقفه من الملف السوري، مؤكداً بأن ما يهمه منه هو محاربة تنظيم الدولة وتقليص خطرها على الأمن القومي الأمريكي بحسب تعبيره. أما الأسد فبالرغم من أن ترامب يجده شخصاً سيئاً، إلا أن وجوده أو عدمه سيان لديه. هكذا إذن يبدو الموقف المعلن لترامب تجاه سوريا، متعارضا بشدة مع موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي لا تعتبر الأسد إلا مجرم حرب يقتل شعبه، ولذلك فهي لن توفر جهدا هي وحكومتها لإيجاد مساحة مشتركة مع الأمريكان حول ذلك، الأمر الذي تدلل عليه نية وزير الخارجية البريطاني باريس جونسون التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة لإقناع الإدارة الجديدة بإزالة الأسد، مهمة وصفها المسؤولون البريطانيون بالصعبة، إلا أن صعوبتها لن تغير موقف بلادهم من النظام. تصاعد الخوف البريطاني من ترامب يزكيه ميل واضح من جانبه تجاه روسيا الداعم الأول للأسد، والتي تعتبر بريطانيا الأكثر قسوة في انتقاد سلوكها في حلب. فهل سينجح جونسون بتحقيق هدف زيارته، أو على الأقل إيجاد نقاط مشتركة بين البلدين؟ أم أن أمل المملكة المتحدة بحل القضية السورية الذي تعتبره أولوية لها سيخيب مجدداً؟ والخيبة هذه المرة لن يكون أوباما الموصوف بالحكمة مصدرها، بل رئيس منتخب تترقب بريطانيا وأوروبا كلها، بل العالم أجمع أسلوب حكمه الجديد. 26. 26.